عايز اقول لكم خبر ايضا انا واقف قدامه. في احد الاصدقاء بعت لي رساله بيقول انت كنت بتضحك ليه او بتبتسم قوي ليه وانت بتتكلم عن التدريبات البحريه. فانا عايز اقول له انا ببتسم بس لان انا عارف ان في ناس معينه بتقرا كلمه التدريبات البحريه دي الحقيقه وتصاب بالهلع. بس خلاص يعني مش قادر اتكلم اكتر من كده. ما انت تدريبات بحريه والبحر الاحمر وفي الجنوب وطيارات هليكوبتر وقطع بحريه وناس بتروح وطيارات بتعدي من مكان لمكان وتشكيلات وضد وجو وكل الحواديت الحلوه دي كلها الحقيقه تخيلوا كويس. ده خد بالك من ايه يعني. يعني انا عايز اقول لكم ان دي قاعده ده في المنطقه تقريبا يعني نقول التلت التاني من البحر الاحمر. انت عندك برضه في الجنوب بقى هتخش على قاعده برنيس وهتخش على قواعد اخرى. يا جماعه مصر قوتها كبيرة جدا والجيش المصري قوته ضخمة. وانت لما بتتحرك وتعمل تدريبات زي دي وانتوا شايفين التدريبات عمالة تحصل ورا بعض وبشكل كبير جدا مع القطع الجديدة ومع التجهيزات الجديدة اللي بتحصل. الحقيقة انا كل ما اقرأ خبر من دول انا بتخيل ناس تانية وهي بتقرأ الخبر ده بتبقى حاسة بايه. بس خلاص لا تعليق اخر، مش هكمل تعليقات في هذا الموضوع. هروح على الازهر. الازهر عامل مسابقة أندى الأصوات. أندى الأصوات الأولى من نوعية لتسجيل القرآن بالقراءات العشر والروايات العشرين، هي مسابقة للأزهر. جهزوا استوديو كبير داخل الجامع الأزهر وفتحين باب التقدم علشان الناس تتقدم للمشاركة في هذه المسابقة. خلينا نفهم بقى إيه الحدوتة دي كلها وإيه الهدف منها. دكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العلمي على أروقة الأزهر، مساء الخير دكتور عبد المنعم. أهلا مساء النور أستاذ محمد، يا مرحب بيك. أهلا بيك يا فندم. ممكن تشرح لي ما هي هذه المسابقة؟ يعني إيه الأولى من نوعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أحيي حضرتك وأقول لك كل سنة وأنت طيب، أنت والإخوة المشاهدين جميعا. وانت بالصحة والسلامة. وأقول إن هذه المسابقة تعد هدية من الأزهر الشريف إلى مصر والعالم، لأنها أول مسابقة كانت فكرة طارئة ثم أصبحت الآن حقيقة، تتحدث أو تتكون من أعضاء متخصصين في مجال القراءات وأعضاء من إذاعة القرآن الكريم والهندسة الإذاعية لتقديم أندى الأصوات أو أفضل الأصوات. أيوة أنا بالظبط أنا واقف قدام كلمة أندى دي والنبي يا فندم، لأن طبعا تقيلة شوية على لغويا حتى على المواطن العادي كلمة أندى الأصوات. ليه ما نقولش أفضل الأصوات أجمل إحنا الأصوات؟ هي مكتوبة كده، هي مكتوبة كده اختيار أفضل الأصوات. أيوة. أداء وإتقانا. ايوه ولكن هي أندى لا باس بها، هي يعني لا باس بها، لا باس بها بين العلماء بين يعني المتحدثين باللغه العربيه الفصحى، ولكن بالنسبه للبسطاء والعامه من الناس اعتقد ان كلمه افضل الاصوات اقرب اليهم. وهذا هو هذا المكتوب في المسابقه، افضل تمام. الاصوات. أيوة. اداء واتقانا جميل لكتاب الله سبحانه وتعالى وللقراءات العشر. هذه أول مكتبة صوتية مرئية بالفيديو حيث يرى الشيخ وهو يقرأ، لأن الله. القرآن يأتي بالتلقي. الله. وتؤخذ القراءة مباشرة. أيوة. تؤخذ القراءة مباشرة والنص مكتوب على الشاشة واسم القراءة أو الرواية، ويستمع المستمع إليها وهو في مأمن من الخطأ، لأن هذه المسألة أو هذه القضية يهتم بها مولانا فضيلة الإمام الأكبر اهتماما ويجعلها نصب عينيه اهتماما كبيرا، لأنها تتعلق بأفضل كتاب اتصل بالأرض من السماء وهو كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. الحمد لله. طب اسمح لي اسال حضرتك معلش هنا. اتفضل. حضرتك قلت كلمه لطيفه جدا وهي ان ده هيكون بالصوره تصويرا وصوتا. انتوا هتفتحوا المسابقه لاصوات من الهواه ولا هيكون هناك من المقرئين الكبار في هذه المسابقه، ولا هي مسابقه لاختيار افضل الاصوات، ولا
انتوا هتقدموا افضل الاصوات؟ يعني هل في الاخر حد هياخد جايزة ان ده احسن صوت، احسن تلاوة، من احسن قراءة؟ اولا احنا هذه المسابقة غير مرتبطة بسن معين. ايوه فندم. وهي للذين يحفظون الروايات او القراءات من داخل جمهورية مصر العربية حسب الضوابط والشروط الموضوعة. تمام يا فندم. ومن تختاره اللجنة بيخضع لعدة مراحل في الامتحان. أيوة. مرحلة تلو مرحلة تلو مرحلة. اللجنة بعيدة جدا يعني عن الأهواء، بل الشفافية واضحة جدا فيها، لأن الأمر متخصص متعلق بكتاب الله طبعا يا فندم سبحانه وتعالى. طبعا يا فندم. اللجنة بتكون من برئاسة لجنة المصحف أو رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف الدكتور عبد الكريم صالح، ومن معه من الأعضاء الذين يراجعون كتاب الله والمصحف الشريف في مجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى ما تضمهم اللجنة من خيرة العلماء من جامعة الأزهر الله. الشريف. أيوة فندم. يعني أنت كده، أنا خليني يعني أنا من كلام حضرتك، انتم باللي انتم بتعملوه ده ضربتم جرس في انحاء الجمهورية لاكتشاف الاصوات واكتشاف النوابغ، علشان تقدموا لنا مجموعة منهم وجيل جديد من القراء المصريين، وحتذيعوا ده، مش ده حتذيعوه، انتوا حتسجلوه وحتذيعوه، مش كده يا فندم؟ حضرتك انت تعلم ان مصر دائما ابدا اوصى بها سيدنا رسول الله طبعا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما تذكر مصر والأزهر يذكر القرآن وقراء القرآن. في فترة من الفترات مصر قدمت هدية، وهي إذاعة القرآن الكريم إلى العالم كله، لكي يسمع القرآن الكريم من مشايخ مصر طبعا ومن علماء مصر طبعا. وكانت هناك مصاحف في بعض الدول لا يوجد فيها إتقان أو يعني أداء جيد، فقراء مصر صححوا للعالم عبر إذاعة القرآن الكريم هذا الأمر. اليوم الأزهر الشريف يقدم الهدية كما قلت لحضرتك بتوجيهات من مولانا فضيلة الإمام الأكبر إلى العالم، بحيث تقدم القراءات العشر برواياتها العشرين إتقانا وأداء وصوتا كما قلنا. جميل. طب لو أنا كمواطن عايز أتابع ده يا فندم، أتابعه إزاي؟ هذه المسألة ستخرج إليك جاهزة وأنت آمن مطمئن إن شاء الله، حيث أقيم بعد اختيار اللجنة سيقام استوديو داخل الأزهر الشريف، قد يكون مشابها لاستوديو الحرم المكي والنبوي، وتسجل فيه هذه القراءات بعد المراحل التي يخضع لها القارئ، وبمتابعة من اللجنة دقيقة جدا وبضوابط دقيقة جدا. ثم تقدم هذه المكتبة الصوتية الإسلامية بقراءات القرآن العشر والروايات العشرين إلى مصر والعالم. لكن أنا أحب أقول لحضرتك حاجة. ألو. أي فندم، مع سمع حضرتك طبعا. إني الأزهر ليست هذه الأولى من نوعها محليا، فمحليا يعني مولانا فضيلة الإمام الأكبر وجه إلى فتح أروقة لتعليم القرآن الكريم في جميع محافظات مصر، وتم بالفعل منذ ما يقرب من عام، تم بالفعل فتح أروقة للقرآن الكريم في 19 محافظة حتى الآن، وبترتيبات إدارية وعلمية دقيقة جدا، وستأتي بعد ذلك بقية المحافظات إن شاء الله. الأزهر يتابع تقديم العلم، نشر العلم الشرعي بمنهجه المعتدل، وعلى رأسه ما يتعلق بالقرآن الكريم. ده شيء، ده مجهود من الأزهر، احنا بنشكره جدا جدا جدا. مولانا عايز أسأل حضرتك سؤال، ماذا لو تقدمت مقرئة أو قارئة للقرآن في هذه المسابقة، هل مسموح لها؟ القرآن الكريم، تسجيل القرآن الكريم له ضوابط وله شروط اللجنة وضعتها. لو تقدمت أي متقدمة سيكون لها دور آخر إن شاء الله حسب ما ترى اللجنة.
يعني دور اخر يعني هتدخل المسابقه ولا قد تكون المسابقه للذكور فقط؟ قد تكون لها مسابقه بس ليست في الان في هذه المساله لم يشترط هذا ان تكون، انما قال ممن يتقنون القراءات من داخل جمهوريه مصر العربيه. يعني اذا هي مفتوحه سواء للسيدات او للرجال. التسجيل سيكون بمشيئه الله تبارك وتعالى للرجال، وسترى اللجنه ماذا يمكن ان يكون مع النساء فيما بعد ان شاء الله. ان شاء الله. الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العلمي على اروقه الازهر بشكرك شكرا جزيلا. اذا هذه المسابقه للرجال، التسجيل لو كان هناك من السيدات او النساء قال لك اللجنه هتشوف ممكن تعمل مسابقه اخرى. عايز اقول لكم ان المجهود اللي بيعمله الازهر ده بهذه التسجيلات وبالاستوديو ده هيهز العالم الاسلامي من اقصى الى اقصى. العالم الاسلامي كله يعشق صوت المصري وهو يقرا القران. احنا الاساتذه، احنا الكبار، احنا مصطفى اسماعيل، احنا الشيخ عبد الباسط، احنا غيرهم كتير جدا، علي البنا، احنا المقرئين اللي علموا العالم كيف يستمتع بهذه الآيات والقراءات الصحيحة لها. وبالتالي لما يبدأ الأزهر بكل اللجان دي ويحضر استوديو، هو مش هيطلع قدام الميكروفون ده والاستوديو ده أي مقرئ على الإطلاق يقال عنه والله ده ضعيف شوية، لا ده كان جايبه وصف، مش هيحصل الكلام ده. وبالتالي توقعوا إن احنا خلال الشهرين ثلاثة اللي جايين دول هنستمع إلى نجوم جدد في هذا العالم، نجوم جدد في هذا هذه المنطقة اللي احنا بقالنا كتير جدا ننتظر ان يظهر فيها نجوم جداد. وانا الحقيقة بوجه الشكر للأزهر، ولكن ايضا بوجه ليهم اقتراح. اتمنى من الأزهر الشريف انه يعمل قناة على اليوتيوب على السوشيال ميديا ان احنا يتم الاتصال والتعاون مع المتحدة، الشركة المتحدة. عندنا مصر قرآن، عندنا إذاعة، وعندنا القناة، ونقدر ان احنا ناخد ده ونحولها الى احتفالية تمتد خلال شهر رمضان، والناس تتعرف على المقرئين دول، لان اكيد هتلاقوا ناس من اروع الاصوات مرة اخرى.